انا مش فاهم انت متضايق ليه. بالاخر كده يا عم يا بخت اللي صاحبه راجل. يا ابني بطل تلقيح كلامه وتكلم زي الرجاله. في ايه عفتك وعلى الدغري كده؟ انت اتكلمت عليا وحش في التلفزيون. انا ما اتكلمتش عليك وحش في التلفزيون، انا اتكلمت عن الرجل العنابي. يا سلام. طب ما انا الرجل العنابي. لا احنا الرجل العنابي. وبعدين انا قلت ايه يعني؟ قلت عليا مسطح. ايه مسطح؟ سطحي قصدك؟ ايوه هي سطحي دي. طب ودي فيها ايه؟ انت ساكن فين يا عصفور؟ انا ساكن فوق السطح. تبقى سطحي ولا مش سطحي؟ صح، فدي عندك حق ابقى سطحي، بس تعالى هنا بقى. ايه بقى مدور الرجل العنابي بالريموت؟ طب ودي فيها ايه؟ داير بالريموت يعني ما عنديش شخصيه. طب مين بقى اللي قال لك الكلام ده؟ اهم واغلى الاختراعات شغاله بالريموت. التلفزيونات دايره بايه؟ بالريموت. التكييفات دايره بايه؟ بالريموت. يبقى ايه؟ حتى الريسيفر المعفن بتاع واد كوبايه القهوجي شغال بالريموت. يبقى التلفزيونات والتكييفات والريسيفر بتاع كوبايه ما عندهم شخصيه؟ لا يا عم ما تغلطناش العفو، انا ما قلتش كده. برضك يعني طيب، بس يعني الدماغ ما كانتش واصله. طيب وبعدين ما انا قلت عليك برضو انك راجل وابن بلد وحاجات حلوه كتير. وبعدين يا عصفور انا قلت قبل كده انا اي حاجه بعملها تبقى ايه؟ مصلحتي. ولو ما فهمتهاش دلوقتي هتفهمها ايه؟ هفهمها بعدين. يبقى تسكت وت ايه؟ احط الجزمه في بوقي. يا اما هحطها ايه؟ تديني بالجزمه على دماغي. طب يا عصفور ما انت شاطر اهو حافظ يا عم. بس الحق يتقال يعني، الحلقه اللي انت عملتها في قد التلفزيون دي صيطتني جامد قوي وطلعت من وراها بمصلحه جامده. مصلحه ايه؟ بس البت سلمى فكرت ان انا العبقري اللي ورا الرجل العنابي، فبدات يعني ايه تكبرني. سلمى انت برضه خرجت معاها. انا كلامي ما بتسمعش ليه يا عصفور؟ ايه بس يا دكتور؟ اكيد قلت لها حاجه عننا. لا يا عم عيب، عيب وربنا. انا بس قلت لها يعني ان هو صاحبي وحبيبي الرجل العنابي وكده، وهي طلبت يعني تعمل معاه صاحب صاحبي. وهي اللي هيخليها تطلب غير لو كنت قلت حاجه عننا؟ قلت لها ايه يا عصفور انت؟ قلت لها والله بس ان انا صاحبه وحبيبه ويعني تصيطه خفيفه كده. وليه تقول؟ وليه تقول؟ عصفور البت دي انت ما تخرجش معاها تاني. وكلامها يتسمع بعد كده. يا دكتور بيرم لما صدقت تعبرني ابوس ايدك. ما هي ما عبرتكش انت، هي عايزه الرجل العنابي. ماشي يا عم تعبرني عشان اللي تعبرني عشانه، بس المهم انها عبرتني في الاخر يا دكتور. خلاص بقى والنبي. ماشي عصفور. تعالى يلا ارميني في اي حته، وبكره تعدي عليا 10 الصبح عشان هروح السبتيه. اشمعنى السبتيه يعني؟ انت مش عايز تبتدي شغل؟ هنبتدي شغل لو ربنا. صباح الخير يا عمي. صباح النور. انا هنا سياده اللواء. عمي دي تقولها في البيت، وياريت ما تقولهاش في البيت حتى. ولو مش هقول لك يا عمي في البيت هقول لحضرتك ايه في البيت بقى؟ يا ريت ما اشوفكش في البيت من اصله. ماشي يا سياده اللواء. اتفضل يا فندم. ايه ده؟ ده يا فندم تقرير مفصل عن بيرم هاشم ايوب، واضح ان الولد ما يعرفش حاجه. اسم الله عليك، انت اللي تعرف كل حاجه. وفي خبر تاني كده يا فندم احتمال يضايق حضرتك شويه. خبر ايه؟ قول ما توقعش قلبي. عايز حضرتك تمضي لي على الطلب ده يا فندم. ايه ده؟ ده يا فندم طلب اجازه. يا خبر ابيض. ارجوك. استنى يا فندم بفكر اخد دينا ونظام كده ونطلع كام يوم يعني، نقضي كام يوم كده. يا سلام، كان فين القرار العظيم ده من زمان؟ ربنا تروح وتيجي بالف سلامه. ربنا الف سلام. ربنا يخليك. وهتاخد كام يوم؟ يعني اسبوع كده ان شاء الله. لا اسبوع ايه؟ مد. لا يا فندم اصلها يعني اجازه بدون مرتب يعني. لا مرتب ايه؟ خدها على حسابي، خدها على حسابي. ماشي يا فندم. حضرتك طب بتسلم عليا ليه يا فندم؟ الاجازه لسه من بكره. لا من بكره، احنا لسه هنستنى. يا ابني خير البر عاجله. يا فندم بس عشان اقعد بس اقفل قضيه العنابي وبعدين ما تقلقش عليها، انا هقفلك قضيه العنابي. مع السلامه. انت بقى مع السلامه، هتوحشنا. مع السلامه. امه وانزاحت. طب قضيه الحوف يا فندم اقعد اقفلها ولا ايه؟ يا سيدي انا هقفل لك كل القضايا. مع السلامه. ماشي. بقى طيب ماشي. جود لك يا فندم. جود لك بعد اذن حضرتك. يا ساتر ابن اخويا، لكن ريحه تقيل.